كيف رح نركب الرموش تحت الرمش الطبيعي ويبين طبيعي وما حدا يكشف الموضوع؟ رح أجرب معكم سوا. يلا يا حلوين كيفكن؟ تعالوا مع بعض نعمل الرموش تحت الرمش الطبيعي لنبينهم كتير طبيعيين. تعالوا لعندي، بدنا بس مسكرة ورموش والجلو وأيضا الملقاط مشان يساعدنا بموضوع تركيب الرموش. بس هيك تحذير مهم، كتير شي مهم، الطريقة كتير حساسة، يعني أنا بدي أمشي على رمش شوي شوي واتبعوا التكنيك تماما، لأنه إذا غلطتوا دخل الجلو على عينكم رح تأذوا عينكم، فيفضل إنه أنتوا تحطوه بطريقة نظامية. أنا حذرتكم ها؟ أوكي. رح آخذ المسكرة ورح طبق المسكرة بطريقة طبيعية على الرمش مثل ما بدكم تطبقوا أنتوا أحرار، ولكن أنا بحب إني أطبق المسكرة هيدي بخصوص الرموش اللي طبقها رمش تحت الرمش الطبيعي تكون ما كتير أوفر، يعني رح يكون شيء طبيعي. أنا بدي أعمل رموش طبيعية على الأساس منشان ما حدا يكشفنا نحن حاطين رموش، تمام؟ طبعا اصناف الرموش هي في كتير انواع رموش، منها بيكون ثلاثي ورباعي وحتى بيكون نص رمش كامل، ولكن بتوزع بهالطريقه هيدي. هذول الرموش رح يساعدون انه ينحطوا بطريقه كتير سليمه مع الرمش، رح ياخذوا شكل الرمش تمام. مثل ما شايف انا بحطه بهالطريقه هيدي، ما بحطه بعكس لانه هذا الشيء ما رح يطلع منظر مو ظابط مثل ما كنتم شايفين. لا، مسكه الايد كتير مهمه، رح اخذه وبالسحب برفعه مع الرمش. باخذ الجلو كمية كتير خفيفة لأنه أنا ما بدي كتر منشان ما ينزل جوات عيني لا سمح الله، وتعوا بقى غسلوا عينكم تلتهب وتتوجعوا وما أدري شو. بناخذ رمش بهالطريقة، بنستنى حتى ينشف وبنسحب على الرمش فقط، مو على الجفن، على الرمش بهالطريقة وبنثبته. شايفين كتير سلس وبسيط، فيني كبس بإيدي، فيني كبس بنهاية الملقط، برفع فيه مع الرمش ولا بقرب لا على الجفن ولا على العين ولا على البياض العين ولا أي شيء. فورا بتلزع ما احلى. برجع بطبق الثاني نفس الطريقه كمان، كبسه مع الرمش واكيد بنفخ كثير منيح لاتضمن انه انا نشف عندي الجلو، وبسحب على الرمش وبرجع بلزقه مثل بعمل بروفا وبرجع بلزقه وبكبسه بهالطريقه. انتبهتوا انا ما مقرب لا على العين لا على الجفن، ما في مادة نازلة من الجلو على العين، ما في شيء مقرب على الجفن ابدا، هذا الشيء بيخلي التطبيق تمام وما يحسس العين وكثير بيطلع حلو وكثير طبيعي. بكبسهم كمان بايدي اذا بدي ما في مشكلة، بحط بالقدر اللي انا بدي اياه. انا حبيت بس احط على الطرف العين لاسحبها فقط لا غير، غمضت وفتحت، بضلوا الرموش ما احلاهم وطبيعيين كتير، حتى ما يبين ابدا خط الرمش من فوق ولا شيء ابدا، يعني شيء خيالي صراحة. الطريقة كتير حلوة وبتجنن، لكن بدها دقة وحرص انه العين والجفن الداخلي ما ينأذى، تمام؟ فهي شوفوا قبل وشوفوا بعد، نتيجة بتجنن وكتير طبيعية. شو رأيكم بالتعليقات يا حلوين؟